إليهم لا يضاهي معدا، حبي لربي والنبي محمدا. أبويا لو جادوا علينا بالرضا، ليكن الطريق إلى الجنان ممهدا. أبويا كنتما على الدوام تناضلا، كي تجعلوني بين قوم سيدا. فأخذت منكم ما يجب وزيادة، وكأنكم أنجبتموني واحدا. وكنت أطلب ما لا كنت أقولا. من أجل يعني نتدارك نقائص التي مرت في السنة الماضية حتى نستقبل السنة التي ستأتي والسنوات التي ستأتي حتى نكون أفضل وأفضل. في هذا اليوم أو هذه الأيام في 19 جوان حدثت حادثة، أول شاهد للمقصرة أحمد زبان. لا نفوت هذه الفرصة دون أن نتكلم عن خصال آبائنا وأجدادنا الشهداء، دون أن نترحم ونتكلم عن خصال أولئك الذين سلموا لنا الجزائر في طبق من ذهب، دون أن ننسى، دون أن لا نذكر خصال أولئك ونقتدي بمن سلموا لنا الجزائر. بماذا؟ بدمائهم، ضحوا بدمائهم حتى نجلس نحن اليوم هذا المجلس. أحمد زبانة، لن أطيل عليكم، لن أتكلم عن سيرة أحمد زبانة، لأن على ما أظن في البرنامج تلميذة سوف نتكلم عن سيرة أحمد زبانة، ونحن بودنا أن يكون هذا الحفل للتلاميذ ومن التلاميذ. فقط بيت شعري لمفتي زكريا وهو يصف أحمد زبانة لما قال: واصلبوني فلست أخشى حديدا، واشنقوني فلست أخشى حبالا، أنا راض إذا ما متم إذا ما عاش شعبي سعيدا. نقول له: يا زبانة بعد فلبيت السعيد، يا زبانة ها هم أبنائك يعيشون شهداء، فاللهم ارحم شهداءنا الأبرار، اللهم ارحم شهداءنا الأبرار، اللهم اجعلنا خير خلف لخير سلف.
جعلنا خير خلف لخير سلف. مرحبا بكم مرة ثانية، يعني دمتم متألقين، دمتم متفوقين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للدكتور محمد عطار على هذه الكلمة التحريرية، بما أنه نحن ضيوف في المتحف المجاهد، المتحف الجهوي للمجاهد. إذن معي أيضا هي تلميذة من المدرسة الابتدائية حمدي أحمد الموجودة بحي بودغان، معي وزميلتي الصاعدة في التنشيط، نرحب بجميع مهنزول الدنيا، تفضلي. الموسم الدراسي 2022-2023 انطلاقا وافتتاح هذا الحفل المبارك، كلمة لسيدة مديرة المدرسة الابتدائية الشهيد حمري أحمد السيدة عمارية شكان. وبفضله تتنزل الخيرات والبركات، وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أما بعد، أصالة عن نفسي ونيابة عن كل موظفين وعمال مدرسة الشهيد حمري أحمد، أرحب بالجميع بدءا بالنسبة الفورية التي شرفتنا اليوم، بما أننا في متحف مجاهد فنرحب بهم ونشكر لهم شكرا جزيلا لحضورهم معنا اليوم وتمثيلا لهم السيد عليوي بن عودة أمين لمنظمة أبناء المجاهدين، السيد مصطفاوي عضو المكتب الولائي لمنظمة أبناء المجاهدين، وعذرا إن نسيت اسم من أسمائهم. كما نشكر سيد زين العابدين بالعربي أمين الولائي لنقابة المؤسسة لعمال التربية على حضوره اليوم، سيد رعد أمين ممثل عن مجلس الشعب الولائي، سميت مدرستنا بحي بودغان العاتي باسم الشهيد حمري أحمد.
الهواء سعيدة إثر معركة بطولية ضد قوات ضخمة للعدو. الله أكبر، المجد والخلود للشهداء والأبرار. وشكرا لك على تعريفك شهيد حمري أحمد وإعطائك المعلومات القيمة لهذا الشهيد. صدقوني ما استعملتش الورقة، كنت ماشي استعمل الورقة، ولكن بالقوة تاع النشاط وحبها لهذا الشهيد واللي شهيد المدرسة حفظته. صفقة حارة عليها مشاهدة طيبة للجميع. Yeah.
الشهيد أحمد زبانة. نقل الشهيد إلى المستشفى العسكري بوهران ومنه إلى السجن. وفي 21 أبريل 1955 ميلادي قدم للمحكمة العسكرية بوهران فحكمت عليه بالإعدام. وفي 3 مايو 1955 نقل الشهيد إلى سجن بربروس بالجزائر وقدم للمرة الثانية للمحكمة لتثبيت الحكم السابق الصادر عن محكمة وهران. ومن سجن بربروس نقل الشهيد إلى سجن سركاجي. وفي يوم 19 جوان 1956 ميلادي في حدود الساعة الرابعة صباحا أخذ الشهيد من زنزانته وثيقا نحو المحصلة وهو يرنم بصوت عال أنني مسرور جدا أن أكون أول جزائري يصعد المحصلة. بوجودنا أو بغيرنا تعيش الجزائر حرة مستقلة. ثم كلفه ثم كلف محاميه بتبليغ رسالة إلى أمه. وكان لهذه العملية صدام واسع على المستوى الخارجي والداخلي. فعلى المستوى الخارجي فأبرزت الصحف صفحاتها الأولى صورة الشهيد وتعاليم مادية حول حياته. أما داخلها داخليا فقد قام في اليوم الموالي أي 20 جوان 1955 ميلادي جماعة من المجاهدين بناحية الغرب بعمليات فدائية جريئة كان من نتائجها قتل 47 عاملا وإعدام 2 سجينين فرنسيين. رسالة الشهيد زبانة. أقاربي الأعزاء، أمي العزيزة، أكتب إليكم ولست أدري أن تكون هذه الرسالة هي الأخيرة والله وحده أعلم. فإن أصابتني مصيبة كيفما كانت فلا تسيئوا، إنما الموت في سبيل الله حياة لا نهاية لها، والموت في سبيل الوطن إلا واجب. وقد أديتم واجبكم حيث من رحمة الله ضحيتم بأعز مخلوق لكم، فلا تبكوني بل افتخروا بي
عندي منها مين منها هذا؟ ايه ايه ايه؟ عيني ايه؟ اوه سوم سوم ايه ايه ايه؟ اوه ايه؟ يقول واحد زوج شرف واحد زوج واحد زوج ثلاثة أربعة ثلاثة أربعة خمسة ستة خمسة ستة سبعة ثمانية سبعة ثمانية تسعة عشرة عيش أنا بقول اسمي 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 سعدور اسمي انا كشفوت العطلة زمان عمك كمان زمان كمان صح
هما كيشوفوا المعطى كيشوفوا المعطى الناس الصوالح زين نعطيهم اليوم جايين من مورايا نقرا شويه ونستمتع شويه نقرا شويه ونستمتع شويه تبارك الله عليك تقاري برافو هذه هي سمعنا نخدموا قرنا شويه قرايه شويه رياضه شويه نمشيو للمسجد نمشيو للاعراس نمشيو ما نقطوش الزيت ونكرمو والحاجه عندها وقتها والحاجه عندها وقتها كل حاجه عندها وقتها كيكملوا القرايه شنو نستفيد من هذه انه ما نقطعش هذا الوقت اللي درتيها تعاود لها العام الجاي كي يدير لك كي يدير لي كي يدير لي عنقك Thank you.
حملي. حملي دعاء، هل موجود هنا؟ هناك شهادات وهدايا لتلاميذ الفائزين في مسابقات الرسم في المدرسة. تفضل تحت تحية الدروس القادم. بارك عليكم. نيابة تفضل. نوب على حمد. شكرا لك حمد. تفضل. هذا قيمة كأحسن رسام المرتبة الأولى تعود لزينة، المرتبة الثانية للقمان، والمرتبة الثالثة الحملي دعاء. هذه الصورة الثانية. شكرا شكرا ربما كريم، مشكورين لكم معنا، مشكورين لكم صبري معنا، بارك الله فيكم وتشكروا. هذا مش الحال عبر الاستقبال، هذا الاستقبال الأول. بارك الله عليكم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني موطني موطني. Thank you.
أنت تأخذ نوعنا جميلة تلميذ صور الليل الذي غائب معنا أمنا المعلم نيابة عنه. إذن غزري مصطفى كرم والتلميذ فبدا وجهي وإيجادي الذي سهر على تعليم أبنائنا مدة 5 سنوات ليس بالسهل قطاع كبوش دعاء نار بصام المدني لقمان عبد الباسط سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحل النغم Yeah.
الكرة الثانية. إذن حسون الرفاع، أستاذة حسون الرفاع، المعلمة القديرة تتفضل لاستلام شهادة تكريمية. المعلمة هذه الشهادة التكريمية. فتحها يا معلمة بهذه كيد العدا رغم كل النقم سوف نسأل